السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شفنا في اللقاء الفات كيف عملنا أو حطينا إضاءة على المشهد هذا تبعنا بحيث يصبح بالشكل الآتي. الآن بدنا نشوف حاجة اسمها ريفليكشن، يعني لو بدي أحط مراية بدي أشوف هل المراية بتعكس الصورة اللي حواليها ولا لا. عشان أجيب مراية، أو إيش الحل عشان أخليها تعكس الصورة اللي حواليها؟ لو أجيب مراية، ففيها عندي مجسم هنا أنا جايبه من عندي، خليني أحط صور. أول شيء خليني أعمل مجلد لهم، راح اروح على ماتيريال، اعمل كرييت فولدر واسميه ميرور. الميرور هذا راح احط فيه خامات الصورة تبعتي او التكتشر تبعون الصورة تبعتي تبعون المجسم اللي بدي اياه، والموديل راح اطلعه برا. طيب هاي الموديل، وراح احطه في الاسد سان. هاي الموديل تبعي، الموديل تبعي طبعا في شيء فيه تكستشر لاني انا اوريدي جابه، لكن في خامات راح اطلع الخامات تبعته واحطهم في نفس المجلد تبعي اللي هو اسمه برو. الان هاي المجسم تبعي خليني انا اضيفه على المشهد اللي عندي، اشوفه وينه. هاي المراية تبعتي، نعملها دوران واحطها في المنطقة هذه، اعملها دوران كنترول واعمل دوران 90 درجة واحاول اقعدها في المكان هذا. يعني مكان لقيناه نسبيا فاضي. يعني هاي الان لما اروح على الخامات، الان مش مبين انه لا بيعكس ولا اشي، حطينا مراية لكن مش حط الخامات بدها ضبط. فراح اروح على الخامات تبعتي وهي الميرور واشوف الخامة الاطار المراية اللي هو هذا. خلينا نحط فيه هذه خامة الكلر، هذه ايش اسمها، ambient occlusion، راح احطها هان في الاكلوجين. هذه metalness راح اطنشها، وهذه النورمال راح اخليها. خلينا نشوف الميتلنس. طيب احنا لسه ما ربطناهاش، امسك هذه الخامة، هي مربوطة بس خلينا أكد عليها. هذه هي هنا. اوكي المفروض الامور تبقى واضحة. اوكي راح اروح على السموثنس، خليها يعني فيها شوية نعومة وميتاليك. خليها طبعا هاي الخامة هيك شكلها راح تبقى، انا بدي اخليها مبينة كأنها نحاسة شوية يعني هيك شكل. الآن ما بعنينيش أنا، أو مش هو المهم عندي الخامة النحاس هذا أو خامة الإطار المراية، المهم عندي المراية ذات نفسها. فأنا في خامة اسمها عندي جلاس، هو بس هان معظمها فاضي. على العموم راح آخذ خامة الجلاس وأحط عليها أعملها شغلتين عشان تبقى بتلمع أو عشان تعكس، عشان تبقى بتعكس الصورة تبعتي. متلنس أسحبها على الأخير، والسموثنس اسحب على الاخير. بس لما اطلع ابدا ابدا مش جاب البيئة اللي انا فيها، ابدا مش عكسالي ولا اشي من اللي انا فيه. عشان يزبط الكلام هذا وعشان العملية الانعكاس تمشي في اليونيتي، لازم تضيف حاجة هنا في اللايت اسمها ريفليكشن بروب. الريفليكشن هذا عشان يخلي الاجسام اللي عندها خاصية انعكاس تقدر تعكس البيئة تبعتها، فهذا العلاقة بالبيئة اللي بده يعكسها. لأن لما ضفت ريفليكشن طلعت لي الصورة هذه، أو طلعت لي السفير هذه. السفير هذه أنا ممكن أكبر حجمها من هان، سايز 10 مثلا، خليها 30 و30 و30، البوكس سايز عشان يقدر يتعامل معها. الآن مباشرة أول ما ضفت الخاصية الريفليكشن هان، مباشرة صار الجسم تبعي يقدر يعمل انعكاس. الانعكاس هذا من وين بيجيبه؟ عمليا بيجيبه من السفير. فأنا لو زحت السفير راح ألاحظ إنه إيش راح يتغير معي. ثواني بس أشوف، أنا بعمل رندر الآن، اسحب، استنى على ما يبدأ يطلع، بتغير عمليا الريفليكشن اللي هان جابه من مين؟ من الريفليكشن بروب تبعي. الآن صار في الجسم تبعي بيقدر يعكس المشهد تبعي. ممكن انا اعلم على الخامة تبعت الجلاس اللي عندي واعود اضبط العيارات، يعني ممكن بديش تبقى
يعني كتير واضحة، فممكن أروح على خاصية سموثنس هيك وأفتحها شوية هيك، أعمل شوية بلور بحيث إنه أنت يعني يبين المراية بس إيش يعني. على العموم هذول الخاصيتين إحنا ممكن نتحكم فيهم عشان نتحكم في خاصية الانعكاس تبعتنا. إذا في عشان يزبط معي عملية الانعكاس في حاجة اسمها ريفليكشن بروب، منها بتاخد الأجسام بياناتها علشان تقدر تعكس لي المجسم تبعي. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.